السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة الموقرين، أتقدم إليكم باسم جمهورية العراق بأطيب التحايا، وأتقدم بجزيل الشكر للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، المملكة المتحدة وفرنسا وتشيلي وإيطاليا لدعوة العراق للمشاركة في القمة الافتراضية عن طموح المناخ. فرغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق منذ 4 عقود جراء الحروب والنزاعات المتكررة والتي أدت إلى تعريف البلد على أنه واحد من أكثر البلدان هشاشة للتغييرات المناخية، كما أدت إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، يشرفني أن أعلن أن البرلمان العراقي قد صوت في 22/9/2020 على الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، وأعلن بهذا عن توجه البلاد إلى الشروع بحقبة جديدة ونقلة نوعية تبنى على التنوع الاقتصادي والمتمثل بدعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة والدخول في أسواق الكربون ورفع صمود تكييف المناطق والمجتمعات الهشة والمعرضة إلى التغييرات المناخية والتقلبات الاقتصادية الحادة، وتدعم مساندة الاستثمار للقطاع الخاص والتركيز على الشباب ودعم دور المرأة في التطور الاقتصادي والعمل المناخي. وكاستجابة سريعة لهذا الانضمام، شرع العراق بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC، والتي تعد السياسة العليا لعمل التغييرات المناخية في البلد وتؤسس للاقتصاد الأخضر الساند بين عامي 2020 و2030. ختاما، أتمنى لكم التوفيق في مسعاكم الكريم ونجاح هذه القمة من أجل زيادة طموح العمل المناخي العالمي والالتزام بتخفيض الانبعاثات والتمويل الدولي بشكل عادل وشفاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.